احيانا يبقى في اعمال تقيله على قلب الواحد، مثلا زياره حد ما تحبش تزوره، مشوار بعيد فيه سواقه والدنيا زحمه، او مثلا هتركب اكتر من مواصله، شغل هتعمله بايدك فيه مجهود زياده وانت تعبان، عزا او صلاه جنازه وانت مش هتلحق، كلها حاجات فيها يمكن يكون فيها مجهود بدني وممكن تحس احيانا انها تقيله عليك ومش قادر تعملها. وفي حاجات تانية ممكن ما يبقاش فيها مجهود بدني خالص بس تبقى تقيله على ناس برضه، ممكن تبقى تقيله على ناس كتير ما يقدروش يعملوها برغم سهولتها بالنسبه لناس تانية، زي الذكر مثلا، مجرد انك تذكر ربنا سبحانه وتعالى بلسانك او تستغفر او تصلي على النبي طول اليوم ممكن تبقى سهله وسلسه على ناس كتير جدا، وممكن تبقى صعب تنفيذها وبعيده عن ناس تانية. كل الاعمال اللي في الدنيا ممكن تبقى تقيله قوي على حد ويستصعبها، وهي نفس الاعمال ممكن تبقى احب حاجه على قلب ناس تانية لان هم عارفين انها هتتقل ميزان الحسنات. وكل ما تقلت وصعوبتها زادت عليهم وعملوها كل ما ثوابها الضعف. طيب احنا عايزين نعمل رصد كده لايه اكتر الاعمال اللي بتتقل الميزان، ويا رب ما تبقاش تقيله على حد من الناس. فضلت الشيخ احمد الصباغ، ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك طيب؟ توكل على الله. اتفضل. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الاسماء، بسم الله رب الارض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، ومرحبا بكم في برنامجكم اسال مع دعاء، وصل على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك. الميزان، ميزان يوم القيامه. خد بال حضرتك، قبل ما نقول الاعمال سريعا لازم اقول عندنا في حاجه في الدنيا انواع موازين، موازين لها انواع. ففي عندنا ميزان الحساس بتاع الذهب، وفي الاقوى منه بتاع الالماس، فبالملي بالملي، صح كده؟ صحيح. طيب ميزان يوم القيامه هيبقى اشد من هذا. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه، واما من خفت موازينه فامه هاويه، وما ادراك ما هي؟ نار حاميه. وموقف الميزان يا دعاء هانم يوم القيامه، الانسان مش هيعرف حد الا نفسه. في التوقيت ده النبي قال كده: كل واحد مشغول ليعلم ايثقل ميزانه ام سيقف، اللهم ثقل ميزاننا. طيب ايه اللي يتقل الميزان عشان ننجح يوم القيامه؟ اول حاجه لا اله الا الله محمد رسول الله. اثقل شيء ببساطه خالصه، ايه؟ رغم انها سريعه وسهلة وبسيطة لكن لها قيمة عالية قوي يوم القيامة. خير من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتقبلها الله منه بصدق وإخلاص ولو مرة، أضمن أنا الآن بإذن الله له الجنة. بتتكلم جد؟ هات دليلك على طول، خد الدليل في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ربنا يجيب واحد كده قدام الناس كلها يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا. كم سجل؟ 99. وبعض العلماء قالوا 99 مش رقم مقصود به الحقيقية، لا المقصود به المبالغة. يعني ايه؟ يعني سجلات كتيرة قوي. 99 سجل. خير، السجل الواحد مثل مد البصر. مش البصر بتاعنا النهارده اللي مش شايفين نقرا بيه، لا، البصر بتاع يوم القيامه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وفي روايه قالت: كل هذه السجلات ذنوب ومعاصي وخطايا. فتوضع في كفه، خلاص عليه الايه؟ العوض. فيتجهز الرجل الى النار، فيقول الله لهذا العبد: انظري الى رحمه الرحمن، الى كرم الكريم. ربنا لما يلاقي العبد زعلان وبيبكي كده وخلاص راحت عليه، رايح للنار، اللهم نجينا منها، عارفه ربنا ما يسيبوش لانه كريم، يقول له: يا عبدي، اظلمك كتبتي؟ الملائكه كتبوا عليك حاجه ما انتش عارفها؟ فيقول: لا يا رب. اظلمك كتبتي؟ لا يا رب. فيقول له: يا عبدي، الك عذر عندي؟ يقول له: لا يا رب. هل وجدت فيها غير ما فعلت؟ فيقول: لا يا رب. فربنا يقول له: ولكني لا أظلم شيئا ولا أظلم أحدا، لك عندي أمانة.
الله لك عند أمانة خير يا رب، ما هذه الأمانة، عايز أروح على النار أنا خلاص ما خلصت. فيستخرج له بطاقة صغيرة، عارفة البطاقة الشخصية كده الصغننة حاجة كده، ولله المثل الأعلى. فالعبد ينظر في البطاقة فيقول يعني في يا رب وما هذه البطاقة بجوار هذه السجلات، فيقول له صبرا يا عبد، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات 99 في كفة، فتطيش السجلات يعني تطير في الهواء، ويفاجأ أن في البطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم قال النبي واعلموا أنه لا يسقل مع اسم الله شيء في الأرض ولا في السماء. الله، أدي أول حاجة لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عبده ورسوله. وفي رواية إن ربنا قال له يا موسى لو وضعت السماوات السبع ومن فيهن غيري والأراضين السبع ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله وحدها في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. اثنين، تفضل. تاني حاجة، كلمتان، ده آخر حديث في البخاري، آخر حديث، كلمتان خفيفتان على اللسان، شوف الجمال، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثالث حاجة بسرعة بقى، الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتصدق بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. جميل. فيتقبلها الله بيمينه، احنا في أيام صدقة رمضان اهو، فيتقبلها الله بيمينه فتربو يعني تزيد في كف الرحمن كما يربي أحدكم فلوة يعني مهرة أو فصيلة يعني الجمل الصغير، حتى وإن كانت تمرة فتأتي في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله. أربعة، صلاة الجنازة. ايه صلاة الجنازة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا مستهونين بيها، من صلى على جنازة فله من الأجر قيراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى يفرغ منها فله من الأجر قيراطان، والذي نفس محمد بيده القيراط الواحد أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. الله الله.